كلنا مع بعضنا في قلبنا وفي دعائنا وفي صلواتنا، ونحمل في هذه الصلاة كما سمعتم كل السوريين، سيادة الرئيس بشار الأسد، معاونيه، الجنود، الجيش، الأمن، كل إنسان، كل سوري وين ما كان في موقعه، حتى اللي مقاومين معارضين اللون هلموا إلى كلمة سواء. وفي حين الضيق الله بيرفع الإنسان، بيرفع إيده لله. فنحن مشان هيك أيام صعبة على سوريا، حبينا حقيقة تكون هالساعة ساعة صلاة جميلة حقيقة من كل قلبنا. شعرنا رغم الأسى والحزن والغيبة، شعرنا إنه الله معنا، والناس عم تغنيها دائما، سوريا الله حميها. نحن اليوم قلناها بطريقتنا الجميلة، سوريا الله حميها، لأن سوريا هي كما قال سيادة الرئيس بشار الأسد.